للحديث عن هذه الدراسة تنضم إلينا من جدة استشارية التغذية دكتورة رويدة إدريس عبر الهاتف. دكتورة رويدة أهلا بك معنا، حدثينا عن مدى صحة هذه الدراسة. أهلا وسهلا بك. بس وأنا بسمع الدراسة قاعدة أفكر أنه استخدام مثلا المكيف في السعودية يختلف عن استخدام المكيف في أي دولة أوروبية، بالضبط أنك أنت بتريحين بشكل طبيعي في مختلف فصول السنة، طبيعي معاكي أفضل. نفس الشيء جسم الإنسان لما يعني تزيد استهلاكه أكيد بيقل عمره، يعني في العمر نتيجة لزيادة الاستهلاك، وهذه الدراسة يعني صحيحة بمجرد التفكير فيها. بس انها انعملت على 50 شخص، فاعتقد انه يعني مو عدد اشخاص اكيد ما هو كافي انه نبني عليه دراسه، يعني المفروض يكون اعداد اكبر. بس بشكل عام اكيد تحديد السعرات الحراريه واختيار النوعيات الغذائيه بتساعد على استطاله العمر، فكل ما اكلنا سعرات اكثر احتاج الجسم انه يحرقها بشكل او يبذل مجهود لحرقها وتخزين الشيء اللي ما بنحرق فيها، فطبعا هذا الشيء بيؤدي لتقصير عمر الجسم. طيب دكتوره رويده، ما معنى ان تكون السعرات الحراريه قليله؟ يعني هل هناك نسبه معينه ومدى اختلاف هذه النسبه حسب العمر والجنس؟ اول شيء لازم نعرف الحرق عند الشخص هو كيف الحرق، اللي هو البي ام ار، اللي هو الحرق الجسم بدون ما نبذل اي طاقه او اي جهد، يعني حتى بدون ما نرمز او نحرك يدنا. ويكون السعرات الحراريه اللي بناخذها تكون بنفس المعدل او اقل ب 300 سعر اذا احنا نبغى ننزل وزننا، او اكثر ب 300 سعر، بحيث انه وتكون اختيار النوعيات ايضا بتختلف من مرحله عمريه لمرحله اخرى. فمثلا احنا نحتاج اقل من البروتين بعد عمر ال 40، فهتتغير نوعيه البروتين اللي احنا بناكلها، لانه جسمنا بيجدد الخلايا بس ما في مرحله بناء اللي بنحتاج فيها كميه اعلى زي مرحله الطفوله او مرحله المراهقه. نوعيه الخضروات والفواكه ايضا بتختلف، فهي السعرات الحراريه وطريقه تقسيمها تلعب دور مره كثير كبير. اهم شيء انه احنا يعني ابسط طريقه دائما نقولها للاشخاص علشان يعرفوا سعراتهم الحراريه اللي ياخذوها، تطلعي وزنك المثالي، فلنفرض انت طولك 160، وزنك كم لازم يكون؟ وزنك لازم يكون 60 كيلو. بحالة انك انت ما بتلعب رياضة تضربي 60 في 25، الناتج اللي حيطلع هو سعراتك الحرارية. إذا بتلعب رياضة حتضربيه ب 30، الناتج اللي حيطلع هو سعراتك الحرارية. يعني أنت ممكن تكوني 160 بس وزنك 75، بس انت لما حتطلعي سعراتك الحراريه المثاليه تكون على وزنك المثالي. نعم، دكتورة رويدة إدريس كنت معنا عبر الهاتف استشارية التغذية دكتورة رويدة إدريس من جدة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.